حثت فرنسا سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التحلي بضبط النفس تجاه احتجاجات الفلسطينيين على الحدود مع غزة، والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية القيام بواجبها في حماية المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي، ومؤكدة دعمها للمطالب الفلسطينية المشروعة.